والخامس الابتدائي بمجموعة مدارس أطلس الأمم. اخترت اليوم أن أتناول موضوعا شيقا وممتعا، كان دائما يثير إعجابي وفضولي كلما قرأت مقالا أو شاهدت برنامجا يتحدث عن هذا الموضوع، ألا وهو موضوع مغاربة العالم. كالعادة سأبدأ بالإجابة حسب منهجيتنا مجموعة مدارس أطلس عن الأسئلة المحورية: ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ إذن سنشرع بالإجابة على السؤال الأول: ماذا؟ هنا نتحدث عن المغاربة الذين يرتبطون بشكل مباشر بالمغرب أو ينحدرون من جذور مغربية ويقيمون في بلدان خارج المغرب بمختلف أنحاء العالم. لماذا؟ يهاجر المغاربة من بلدهم لعدة أسباب، منها مثلا لطلب العلم والمعرفة بأحد الجامعات أو المدارس أو المعاهد إلى غير ذلك، كذلك للتعرف على ثقافات أخرى في بعض الحالات. كما نجد أيضا فئة من المغاربة تهاجر لنشر الثقافة المغربية أو لتمثيل بلدنا في بعض المحافل الدولية أو لتقوية مكانة المغرب واستثمار الثقافة المغربية في تعميق العلاقات وتوطيدها بين المغرب والدول المضيفة. والآن سننظر للإجابة عن السؤال كيف؟ وصراحة وقبل الدخول في هذا المحور يجب أن نقف وقفة احترام وتقدير لمهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم، لأنهم وبالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي واجهتهم تمكنوا بالفعل من تجاوزها ورفع كل التحديات لإثبات تفوقهم في مختلف المجالات سواء العلمية أو المهنية عن جدارة واستحقاق. وهنا يتبادر إلى ذهن العديد من الأمثلة المشرفة التي سطعت شمسها في بلدان المهجر، فمنهم أساتذة جامعيون وأطباء وعلماء ورجال أعمال قدموا الكثير لبلدان المهجر وتحدثت عنهم العديد من وسائل الإعلام العالمية. ومن بين هؤلاء نجد كوثر حافظي، عالمة فيزياء مغربية في أمريكا، مريم شديد، أول عالمة مغربية في علوم الفيزياء تصل إلى القطب المتجمد الجنوبي، منصف سلاوي وهو خبير مغربي أمريكي في الصناعات الدوائية وهو كذلك مدير قسم تطوير لقاح فيروس كورونا، نجاة بالقاسم وهي وزيرة سابقة للتعليم بفرنسا وتشغل حاليا منصب رئيسة مجلس إدارة أرض اللجوء الفرنسية، البروفيسور راشيد اليزالي يعمل كباحث بمعهد التكنولوجيا بكاليفورنيا وهو مخترع بطارية الليثيوم. والآن سأتناول على سبيل المثال للحصر نبذة عن مسيرة العالم المغربي الشاب كمال ودغيري. كمال ودغيري أحد هذه النوابغ المتعلقة في علوم الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من الصعوبات التي واجهته خلال مسيرته كالشعور بالوحدة وكذلك قساوة الظروف المناخية بالإضافة إلى افتقاده لأسرته وأصدقائه علاوة على صعوبة التأقلم مع ذلك المجتمع لاختلاف العادات والتقاليد والدين، فقد بزغ نجم هذا الشاب في مجاله حيث اعتمد كمهندس اتصالات رئيس داخل وكالة الفضاء الأمريكية نازا، وساهم في هبوط المركبتين سبيريت وأوبورتونيتي على المريخ، كما شارك في عملية إنزال مختبر علوم المريخ بالإضافة إلى عدة أبحاث مهمة. وأخيراً استطاع هذا الشاب تحقيق حلمه لكي يصبح عالم فضاء بفضل جده واجتهاده وكذلك صبره وإصراره على التفوق لبلوغ نجاحات علمية كبيرة أثرت على مستقبل العالم وجعلته سفيراً وفخراً لوطنه المغرب، كما أنه يرغب في العودة إلى بلده للمساهمة في تنميته وازدهاره، وكما قال الشاعر أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابا.
أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أن ينال عملي هذا إعجابكم. أشكر معلمتي أمينة باجة كما أشكر والدي على مساندتي، وإلى اللقاء.